فدي حاجات طيب كلها عنده هو. عندنا قنبلة بنفجرها النهار. لا حول ولا قوة. لا ده خبر، هو الخبر بيبقى ما هو ما احنا بنتكلم على الخبر. انا بقول يا رب على الخبر. طيب. ده الترحيب بيك يا ضيف. طيب. الترحيب بيا. فجر يا مهيب. اقول اقول اتفضل. بيراميدز مهتم مهتم جدا بالتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا. كده. طب وايه يعني؟ حقه يهتم بأي حد حقه يعني. ايه القنبلة اللي فيها مهتم؟ هل كهرباء متاح؟ ايه اللي ورا ايه اللي ورا الخبر؟ ايه اللي ورا الخبر؟ عشان في ضحك ان كهرباء هيروح بيراميدز. طب وايه المشكلة؟ هو ده مش هيحصل، هو ده مش هيحصل. هو عمدا مشكلة. ليه مش هيحصل؟ لا ممكن يحصل. ده رمضان راح بيراميدز. عادي ممكن يحصل. يعني ليه مش هيحصل؟ لا عادي عادي. ها؟ لا انا عايز بس إيه؟ لا 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 انت عادي انت عمال تديني في كلام وبعدين انت مش عادي شغال. يعني الصدمه صدمه صدمه صدم من ايه؟ صدمه بقيت خلاص اثرت عليك شويه. لا يا راجل تخيل كهرباء ورمضان كلها زمان خلاص بعيد قوي الموضوع ده. طب يلا بقى تعليقك على ايه؟ على على ايه؟ ممكن يروح بيراميدز اللي فيها ايه المشكله؟ عادي انا شايف ان عادي. ايه المشكله؟ عادي طبعا. انت ما فيش اي مشكله على فكره يا مدير. هو بس طبعا زي ما انت قلت الحدث هيبقى قوي جدا والموضوع نفسه قوي جدا، بس في الاخر لو هو ده لو النادي الاهلي مش هيستمر مع كهربا ممكن يروح بيراميدز. ليه لا؟ ما يروح بيراميدز يلعب. هو انا مثلا لو مش في استمراريه في النادي الاهلي، وده اكيد نفسه كهربا يعمله بعد كل اللي عمله كهربا والشو والغرامه والكوره. الكوره ما فيهاش فيها شغل وملعب واستمراريه في الملعب يا مهيب. النهارده بتبقى معاك لعيب بيعمل لك سنين وبتيجي في وقت بتحصل انفصال عادي، لكن انا اللي انا متوقعه ان كهربا مكمل في النادي الاهلي. انا متوقعه انا مكمل. بس في بينه وبين كولر برضه كل حاجه بتحصل وبتتحل. تمشي انا بتوقع مش هيكمل في النادي الاهلي. مش هيكمل في النادي طبعا. كولر الاجانب بيبقوا واخدين قرار من بدري. ولو كمل مش هياخد فرصه كامله ان هو يلعب. فلو راح بيراميدز هيلعب في بيراميدز ايه؟ هيلعب طرف ولا هيلعب سنتر فيرو؟ ده كابتن ضيف هو ده السؤال. هو بيلعب الاثنين يعني هيلعب طرف لان عندهم فيرود لما يروح يبقى لا لما يروح مش من المكان بتاعه احنا في ال لا ممكن يروح عادي ما تستغرب يعني ما تستغربش لا لا هل دي تبقى حاجه مؤثره؟ هل دي تبقى خبطه لبيراميدز مثلا من وجهه نظرك كابتن اسماعيل؟ هو ممكن يشوفها كده بيراميدز بس خبطه بس النادي الاهلي هو اللي هيسيب كهربا مش كهربا هو اللي هيسيب النادي الاهلي. تفرق تبقى خفطه امتى؟ ايوه بس كهربا كهربا برضه طبعا يعني كهربا برضه انت ما عندكش لعيب زي كهربا ما عندكش لعيبه كتير زي كهربا. ما هو عندها حلول. الملعب هو الفيصل بس والجهد هو الفيصل بس استمراره في النادي الاهلي في ايديه هو ومشانه والنادي الاهلي برضه في ايديه هو مرتبط بيه مرتبط بالملعب علاقه هو علاقه متبادله. القرار بيتاخد ازاي يا مهيب؟ القرار اللي اللعيب يمشي او يعني يستمر من عدم ايه؟ اداء اللعيب في الملعب. أيوة. انت صاحب انت صاحب القرار. ايوه انت جبت كهرباء من البيت جزء كبير على جزء فضل. كبير 80% في الملعب وال 20% خارج الملعب. حلو كويس كويس مرتبط بالملعب مرتبط ب بص يا نادي وحاجات بص كتير بص يا اسماعيل في الاخر انا عايز منك ايه؟ انا عايزك في الملعب وعايزك استمراريه في المستوى على طول كويس؟ يوم ما فيش استمراريه في المستوى اللي انا متعود بيه عليك يبقى لا هتقل 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 هيجي حد هيلعب صح. يعني يمكن حظ كهربا ويبقى لسه كويس لسه ولا لا يعني كويس وبيلعب وسام انا بتكلم على وسام وهداف الدوري هو حظ كمان حظ كمان كهربا السيء في الفورم بتاعه ان جبنا مش زي يعني سيء لكهربا طبعا هو حلو النادي الاهلي جدا وجماهيره على وسام انت جبت وسام هداف الدوري دلوقتي ايوه بس انت مش عايز مهاجم واحد استنى ما انا هتكلم معاك أه؟